لنتطرق إلى الفريق المصري، والمشجعين كانوا يحلمون بالكثير بالنسبة للفريق المصري. كيف تقيم غياب الفريق المصري عن المنافسة والخسارة ضد جنوب أفريقيا؟ أعتقد أنها صدمة لكل شخص أنهم خسروا المنافسة. ليس الأمر إلى هذا الحد، ولكن أعتقد أن فريق مصر هو أكثر الفرق التي حصلت على كأس الأمم الأفريقية، ولذلك فمن الخسارة أنهم قد خسروا هذه المنافسة، وكنا نتوقع الكثير بالنسبة للمنتخب المصري واللاعبين وكل الأشخاص كانوا يعتقدون ذلك. ولكن كما قلت من البداية، لا يوجد هناك فريق صغير في أفريقيا بعد الآن. كل الفرق جاهزة ومستعدة لأي مباريات، ولا يوجد لديهم أي مخاوف للعب ضد الفرق الكبرى في أفريقيا. Small nation of football, of course. بالنسبة لجنوب أفريقيا ليست دولة صغيرة وليست فريقا صغير، ولكن كل الفرق الصغرى الآن تلعب بدون أي مخاوف ويضغطون على قاموا بالضغط على الفريق الوطني المصري، وكانت هذه المفاجأة في المباراة. ولكن لا أعلم إذا كنت ستوافق على القول أنه من منذ بداية المنافسة لم نرى الأداء العالي من المنتخب الوطني المصري. أعتقد أن جميع يتفق على ذلك، وكنا نتوقع أكثر من ذلك من المنتخب المصري. يمكنك أن تكسب مباراة في بعض الأحيان، ولكن لا تبدو بالشكل الأفضل. كمدرب لم أكن راضي عن أداء المنتخب المصري، على الرغم من أنه كان يفوز، ولكن بمرور الوقت قلنا أنه سوف يتحسن. ولكن أنا كمتخصص لست منبهرا بما حدث. ما هي المشكلة في الفريق المصري؟ هل هو غياب التركيز؟ اللعب مثل أن هناك لاعب واحد في الفريق هو محمد صلاح مثلا، لاعب واحد يلعب في الفريق. لن أفقد لن أقلل من احترامي لأي لاعب في المنتخب المصري. لست متعمقا في الشؤون الفريق المصري، ولكن ما يمكنني أن أقوله أنني كمدرب أنه قد يكون هناك العديد من الأسباب، وبالطبع ليس سببا واحدا. وأعتقد أنا أقول ذلك لفريق الجزائر أيضا الوطني، إنها ليست الطريقة المثلى لنفكر